يعني هو هذا المرض تعرفون انه فترة قصيرة وتتودع بعد، وما العلاج، علاج قليل كلش، يعني لو ينجح له لا علاج الكيمياوي وكذا. ما ادري صارت هاي السالفة وياي، يعني لا مأمن مستقبل عائلتي، لا مأمن مستقبل جهالي، ما اعرف شو راح يصير. يعني حتى عائلة، يعني زوجتي بعدني ما مفاتحة بالموضوع، راح افاتحهم اليوم. يعني ما ادري، ما اعرف، يعني هذا الطفل ما راح يكبر، يعني هسه ما راح يشوف ابوه، والطفل الجديد راح يكون يتيم. يعني راح انقطع بعد على اليوتيوب، ما اعرف بعد ايش قد انشر فيديو، وما ادري، لان نفسيتي حيل تعبت. احب اقول لكم انه هاي كذبة نيسان حبايبي. طبعا هذا بوست مال، ما ادري، مال روضة دازيليا، اعرف راح اضوجن هسه، اعرف، وكمية الافشار والسب ما احكي لكم عليها، بس كذبة نيسان. يعني احب الاطف المتابعين مالاتي، طبعا الله يشفي كل مريض من هذا المرض، والله لي راوي احد هذا المرض. فطبعا هاي كلها كذبة، ماكو اي شيء ولا هاي. انا اسف للمتابعين. المهم، اهم شيء، احلى شيء من واحد انت تكون هيك متابعه ومتعلق بيه شويه، ويطلع لك يوتيوب فيديو بعدين يقول لك كذبه نيسان. انا اللي بداكم راح اسوي شيء عليك، بس لسه ما شوي. انتظروا فيديوهات جديده حبايبي، وان شاء الله تكون الكذبه عبرت عليكم، واللي ما عبرت عبر لك غير مقالب، لان انا نقولكم مع السلامه. تنسى اللايك، مع السلامه.